الشوط الثالث من هذه الأمسية في العربية. إذن سيداتي يا نساتي سادتي متابعين الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الثالث من هذه الأمسية للخيل العربية الأصيلة للإناث عمرها 3 سنوات فقط، مسافة الميل مسافة 1600 متر. البسوس الغاف بنت النور تشافيندو غزال ظاهرة جاما دفوس تكيدة منيا وروضة ريان سنو جيرل انطلاقا مع شعار الجواد رقم 1 الجواد البسوس لسادة الشقب ريسنج الباند ميول سفيان سعدي على المركز الأول شقب ريسنج، ثاني المراكز من الداخل مع الجواد رقم 4 تشالينج دو غزال لسمو الشيخ محمد بن خليفة، الثاني جوليان سمارت على ثاني المراكز الآن فعلا، ثالثا محاولة مع فالح أبو غنيم مع الجواد رقم 3 الجواد بنت النور لمربط البدع مهند جاسم الياقوت في التدريب على ثالث المراكز من الخارج فعلا، ايضا محاوله الجواد رقم 4 الجواد رقم 5 عفوا ظاهر لسدى مربط الشحانيه ابراهيم المالكي وادويردو بيدروزا من الخارج الان فعلا، ايضا محاوله الجواد رقم 6 قام دفوس لعبد الله بن علي بن خليفه العطيه جيمي كوين ومهند جاسم الياقوت على خامس المراكز، عوده الى المركز الاول والصداره مع الجواد رقم 1 البسوس لسدى الشقب ريسنج الباند ميول سفيان سعدي على المركز الاول، محاوله تقدم من قبل الجواد رقم 4 تشالينج دو غزال سمو الشيخ محمد بن خليفه، الثاني اخر مشاركه لهذا الجواد حصل على المركز الاول والجواد رقم 4 تشالينج دو غزال، الخط المستقيم باتجاه خط النهايه صدر مع الجواد رقم 4 تشالينج دو غزال مربط شحانيه سمو الشيخ محمد بن خليفه بن حمد، الثاني على المركز الاول محاوله شقب ريسنج من الداخل لكن الصدر مع الشحانيه فعلا، الشحانيه مع الجواد رقم 4 تشالينج دو غزال تقدم ليوم جر من الداخل فعلا يوم جر لكن الصدر مع الجواد رقم 4 مع التقدم من قبل منيا دخول جماعي فعلا الجواد رقم 8 منيا والجواد تشالينج دو غزال.